السلام عليكم. اليوم بإذن الله تعالى نستعرض معكم 3 كتب أو رسائل لفتاوى وحوارات سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي حفظه الله تعالى. العنوان الأول: أسئلة مهمة في الرياضة البدنية. لا شك أن الرياضة على تعدد أشكالها وألوانها مرغوبة في أكثر المجتمعات. من هذا المنطلق قام الأستاذ عبد الله بن ثاني الغزيلي بإجراء حوار مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى حول الرياضة وضوابطها في هذا الكتاب الذي لا تتعدى عدد صفحاته 30 صفحة. تجد الكثير من الأسئلة حول ضوابط الرياضة وشروطها وأحكامها وأحوالها. ولكون رياضة كرة القدم أكثر شهرة كان لها النصيب الأكبر من الأسئلة. الكتاب الثاني: فتاوى الزينة والأعراس. هذا الكتاب مهم جدا جدا لكل رجل وامرأة مقبلين على الزواج، لأنه يتناول الكثير من الأسئلة حول مراسم الزواج ومحاكمة العادات والتقاليد على ضوء الشريعة الإسلامية، وكذلك ما ينبغي للزوج والزوجة من مراعاة الحياة الزوجية وتقدير كل منهما للآخر. وكذلك هناك أسئلة حرجة ولا حرج في الدين مهمة جدا حول الجماع وما يجوز وما لا يجوز في هذا الشأن. وهناك جانب مهم أيضا من الفتاوى التي ينبغي لكل امرأة على الخصوص أن تعرفها، لأنها تتعلق بالزينة ومستحضرات التجميل وضوابط استعمالها وأحكام ما اشتهر عند النساء مثل صبغ الشعر وأخذ شيء منه وإطالة الأظافر والكثير الكثير من الأسئلة حول ذلك. الكتاب الثالث والأخير: فتاوى حوادث المركبات. تضمن هذا الكتاب عددا كبيرا من الأسئلة التي تتعلق بضوابط استخدام المركبات وأحكام الالتزام بقواعد السير، وتضمن كذلك فتاوى حول الوفيات والأضرار الناجمة عن حوادث السير وما يترتب عليها من ضمان ودية وكفارة. نصل إلى ختام هذا العرض السريع، وإلى لقاء آخر مع كتاب عماني آخر بحول الله تعالى.